سيدي، شو صار هنيك؟ كيف انجرح يافوز؟ للأسف نحن ما كنا معه بهديك اللحظة سيدي. حسب ما قال سيدي، الآغا طعنه. سيدي، نحن ركضنا وراه لنمسكه، بس الغابة كبيرة ما قدرنا نلحقه. الآغا؟ شو كان عم يساوي هنيك؟ بعتقد مشان المهندس يوجيل. فهمت. يعطيكم العافية. تسلم. ليش ما رحت على المشفى؟ لازم نحكي بموضوع مهم وما بيتأجل. ليش، في شيء أهم من صحتك يا فوز؟ مستقبل وطننا سيدي. تمام، طالما الموضوع هيك تعال. حاسس انه يلي رح تقوله سيء كتير. صدقني ما بعرف كيف بدي بلش. هلا انسى انه يلي قدامك سيدك. ارتاح واعتبرني اخوك. برأيك انا عسكري منيح سيدي؟ انت من افضل العساكر يلي قابلتهم يا فوز. شي مرة غلطت تجاه عالمي وبلدي؟ لا ابدا. طيب انا شخص منيح؟ بالتأكيد. انت بترفع امي كان بدها اياني يكون عسكري، وكانت تقول البدلة العسكرية بتلبق لي. هي حببتني بالوطن وبالبدلة العسكرية، وحببتني بعالمنا. كنت صغير، كان يا دوب عمري 10 سنين، أخذتني على مقبرة شهداء شانك كالي، وصارت تحكي لي عن الشهداء يلي هنيك، مثل الرقيب سعيد والشهيد نصرة ماين. بهديك اللحظة صرت شوف الرصاص حواليي، وجسد شهدائنا وأسلحتهم القديمة. وقتها قررت أتطوع بالجيش. كنت مستغرب كيف الإنسان بيضل شامخ وما بيضعف جوات هالجحيم كله. شجاعة، ورثنا الشجاعة من أجدادنا، وانت بهي الطريقة عم تحافظ على هالورثة وما بتضعف بنوب. يعني رح تضل تثق فيني دائما سيدي؟ يا فوز، انت مو مجرد عسكري عندي، انت ابني واخي كمان، وبيت اسراري وشريك همومي. تسلم سيدي. اللي شو الموضوع؟ يلا احكي. انا اليوم قابلت ابي اللي قلت لك انه اختفى من سنين. شو؟ هي اول مره بشوف وشه. مين؟ الآغا.
انت بالتأكيد عم تمزح. شلون ممكن يصير هالشي؟ صدقني سيدي ما بعرف بنوب، حاسس كأنه الدنيا سودت بعيوني، كأنه انغرزت سكينة بقلبي. كيف رح أقدر أطلع بوش رفقاتي؟ كيف بقلن إنه أبي هو عدونا الأول؟ حاج حكي سخيف يا فوز، شلون هداك الرجال قدر يقنعك إنه أبوك؟ أنت بتعرف أبوك؟ إيش هو لكان؟ شو عرفه بالغنية يلي كانت تغني لي ياها أمي؟ مو مسجلة بالملف تبعي، ما حدا كان بيعرف بهالموضوع. اهدى شوي، تأكد بالأول. أنا متأكد. ليك يا فوز، حتى إذا كان أبوك أنت ما عليك ذنب. كيف بدي أطلع بوش إخواتي؟ أنا شو عم أقول وأنت شو عم تقول؟ ما فينا نخبي هالموضوع، لازم نحكي لهم كل شيء. إيه لازم تحكي لهم، بس خلي راسك مرفوع. أساساً ما حدا بيختار أمه وأبوه. رح أخبر الضابط المسؤول، وأنت خبر بقية الفريق، رح نتجاوزها مع بعض. ماشي ابني؟ بتخلي راسك مرفوع دائماً، اتفقنا؟ الضابط أردام. ماشي أنا جاي فوراً، خليك أنا هلأ بجي. تفضل. العسكري أمري ديلماش. شو في؟ سيدي طبخنا السيد نعمان، حابب إنه يشوفك. فوته. تحت أمرك. تعال أخي نعمان. مرحبا حضرة الضابط، بعرفك ابني الثاني كرم. استغفر الله. تفضلوا اقعدوا. تعال يا ابني. دي بصراحة ابني عنده طلب صغير من حضرتك. قول لشوف. سيدي أنا كتير حابب أخدم وطني وعلمي مثلك أنت، بدي بالمستقبل كون بين الأبطال اللي بينكتب اسمهم بالتاريخ، بس ما بعرف شو بدي ساوي. حابب تكون بالقوات الخاصة؟ ايه. تعال لهون. هاي جامعة الدفاع القومية، أبطال المستقبل بيتدربوا هون، المشاة والحربية والبحرية والكوماندوس والطيارين والقوات الخاصة كلياتهم هون بيتدربوا. كيف بفوت على هالجامعة؟ طلع هون، فتحوا طلبات التقديم للجامعة. رح يعملوا لي امتحان؟ ايه بالضبط، تقديم الطلبات بتسعة الشهر وبتضل 15 الشهر الجاي. طيب يا ترى ابني رح ينجح بهذا الشيء؟ وشو المانع؟ باين انتو شب قبضاي، ودولتنا بحاجة لهيك أبطال يخدموها، بس طبعاً لازم يتدرب منيح. شكراً سيدي، رح أقدم طلب فوراً. وهلأ عن إذنك سيدي، بالتأكيد أنت في عندك شغل. ما رح يكون عنا شغل أهم من شباب وطننا. إذا كنت بتحب تصير قائد بالمستقبل بتروح وبتقدم طلب فوراً. شكراً سيدي. إن شاء الله موفق يا ابني. الله يكتر خيرك يا سيدي. يلا يا ابني خلينا نروح.